جزاكم الله خيرا. يقول يا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: زوجتي أفطرت 4 أيام في رمضان بسبب عذر شرعي، وبعد عدة أشهر حصل لها حمل ولم تستطع القضاء حتى دخل رمضان الثاني، وعندها كانت في شهور الحمل الأخيرة، وبعد ذلك دخلت في فترة الرضاعة، ثم دخل عليها رمضان الثالث، وقبله قامت في قضاء 4 أيام، ولكنها لم تقضي الشهر الثاني من رمضان. ماذا عليها من أحكام شرعية؟ القضاء واجب عليها على كل حال، قوله تعالى: من كان منكم مريضا لو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن القضاء يكون على الفور إذا أمكن مبادرة، فإن لم يمكن ذلك فإن لها التأخير إلى أن يزول عنها العذر، ولو مر عليها عدة رمضانات فلها التأخير ما دامت لا تستطيع القضاء، فإذا زال العذر واستطاعت القضاء فإنها تبادر بالقضاء ولا شيء عليها غير القضاء. نعم.